العمايل. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا بيخص ست البيت النهارده، وهو موضوع العفن البني اللي احنا بنسمع عنه في كل حاجه. ليه البطاطس بتاعتنا مش بتتقبل بره بسبب العفن البني؟ ايه هي مشكلتنا الرئيسيه في مصر العفن البني؟ ست البيت تعرف العفن البني ازاي؟ بمجرد ما تقطع البطاطس من النص هتلاقي هاله بنيه تحت القشره على طول، هتلاقيها لزجه شويه الهاله البنيه ديت، وهتلاقي ريحه مش مظبوطة. ديت هتكون بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من البكتيريا، يعني حاولي تبعدي عن هذه الثمرة. وهنعرف مع بعض في آخر الحلقة بإذن الله إزاي نختار ثمرة بطاطس بشكل جيد. الشكل الثمرة الجيد اللي لا هو هي شكل الثمرة الجيد اللي هو يعني على حسب الصنف، لأن في صنف بتبقى الثمرة بتاعته مدورة، في صنف بتبقى الثمرة بتاعته الكبيرة اللي هي العريضة ديت زي الأصناف السلاني وال فدي ممكن هي دي اللي ممكن استخدمها ست البيت اصلا في الشغل بتاعها. بس في نقطه بردك انا ببص على الجوده من الثمره نفسها، لان القشره ممكن تكون محطوط عليها، لان في حاجه اسمها السكيب اللي هو الجرب المسحوقي على البطاطس. فانا لازم وانا بفحص الثمره ديت لازم اشوف الثمره ديت جودتها من بره، وبيبقى جرب زي الجرب كده العادي او الجرب المسحوقي بتاع البطاطس ده، فده مرض فطري فده بقى ابعد عنه خالص بسبب الستريبتوماس فسكابيس، فده بحاول انا ابعد عنها خالص الدرنه دي. طب الدرنه دي بيبقى شكلها ايه؟ اعراضها السيئه ايه بقى؟ يعني هي بتبقى قطعه غائره كده، يعني شكلها عامله زي جرب البطاطسايه فيها جرب كده من احد الحواف بتاعتها. تمام. ده مش منتشر عندنا. الجرب ده بيبقى طري ولا ناشف برضه؟ لا ناشف. بس القشره لونها مغير. لونها مغير وفيها يعني زي الجرب كده مجربه كده زي الجرب المسحوقي كده. دي ثمره وحشه باخدها. دي ثمره طيب الثمره اللي القشره بتاعتها بحس انها رفيعه قوي ومتقشره حتت صغيره كده، ده بتبقى لسه النضج بتاعها بتبقى كويسه، بس يعني النضج بتاعها بيبقى لسه ما اكتملش لان واخدها بدري هو. كويس. الثمرة اللي همسكها واحس انها طريه. لا الطريه ديت يبقى فيها مشكله، يا اما مشكله نتيجه وجود بكتيريا، لان البكتيريا التحلل او العفن بتبقى مرتبطه بيها فبتبقى فيها طراوه كده او غطاء. ما تاخدهاش الا اذا كانت هو كمان الارض واخدها بسرعه، يعني محصول ما تمش نضجه ويستهلكه بسرعه، فده محتاج ان هو ينشف فتره قبل ما ينزل السوق، فهو ممكن يكون استخدمه او تسوقه بسرعه، فدي بيبقى الطراوه ديت نتيجه ان بيبقى فيها مشكله فطريه او بكتيريا. طيب على حسب الثمره اللي القشره بتاعتها مكرمشه. بردك ما ليست جيده في الاستهلاك. ليست جيده في الاستهلاك. يعني اذا مواصفات الثمره الجيده انها تكون يعني السطح املس. تمام. ما يكونش فيها جرب، ما تكونش طريه. تمام. صح كده؟ تمام. وتكون بتلمع مثلا يعني اللمعان اللي هو اللمعه الجميله ديت الحلوه ديت. تمام. طيب البطاطس الحمراء والبطاطس البطاطس الحمراء دي كويسه؟ كويسه ما فيش فيها مشاكل. ما فيش فيها مشاكل؟ لا ما فيش فيها مشاكل، لان في اصناف زي الكاره بردك فيها عيون حمراء كده في بعض الاماكن. أيوة. بتاعتها دي عادي الاستهلاك، مفيش منها مشاكل. طيب البطاطس اللي فيها درنه كده طالعه برده مفيش منها مشاكل في الاستهلاك؟ لا الدرن ديت نتيجه ان هي اتخزنت فبيبقى لازم يعني بتبعد عنها، لان بيبقى بدات استهلاك منها، بس تستخدمها عادي لو هي ست البيت مخزناها عندها في البيت نتيجه رطوبه زياده او درنت عادي بتشيل الجزء اللي بس مدرنة. انا وانا بشتري ما اشتريهاش مدرنه. لا انت بتشتريها ما تشتريهاش مدرنه. يعني لو رحت اشتريت من السوق بطاطسايه ولقيتها مدرنه يعرف انها متخزنه بقى لها فتره كبيره في الثلاجات وبالتالي هتكون طريه. اللي عايزين نقوله كمان ان البطاطس لما بتقعد فترات كبيره في الثلاجه، البطاطس على فكره زي المانجا وزي الموز من الحاجات المنتجه للانسولين، يعني اللي لها القدره على تحويل النشا بتاعها الى سكر. كل ما ارتفعت نسبه السكر في البطاطس اعرفي انها هتكرمل معاكي في القليه على طول، وهتلاقي لونها بقى بني، وهتيجي تقلي البطاطس هتلاقيها مرخيه ومش ماسكه نفسها. البطاطس اللي جيده القلي هتكون نسبه النشا فيها مرتفعه جدا ونسبه الميه قليله ونسبه السكر قليله. دي البطاطس اللي هتنفع معاكي في القليه، هتقدري تشوفيها بعينك ان شاء الله. ولو تابعتي معانا كده برضو يعني كل مره بنحاول نديكم معلومه تنفع ست البيت زي ما بتنفع المزارع. دكتور محمد عيد عايز اشكرك جدا على الفقره الجميله ديت، ان شاء الله كل المزارعين يكونوا استفادوا منها وستات البيوت يدعوا لك كمان ان شاء الله. فرصه